انتقل لك أستاذ خالد. حزب المؤتمر الوطني قال إن المجلس العسكري الانتقالي انتهك الشرعية الدستورية في البلاد. هذه يبدو بأنها معضلة، هل تتوقع بأن البلاد سوف تتجاوز سواء كمجلس عسكري أو كأحزاب سياسية أو كقوى مدنية بشكل عام، هل تتوقع بأنهم سوف يستطيعوا تجاوز هذه المعضلة؟ الحقيقة أنا أعتقد كل ما استجاب المجلس العسكري لمطالب الشارع بشكل فوري وشكل قوي، كل ما استطعنا أن نتجاوز هذه المعضلة وهذه الأزمة. لا بد من محاكمة سريعة لكل رموز النظام السابق حيثما كانوا، وده من المطالب الأساسية والتي استجاب لها السيد البرهان في حديثه في بيانه الأول. الآن الحياة في السودان أصبحت فيها حرية، كل شخص يستطيع أن يعبر عن رأيه بكل وضوح. وأنا أشكر الأخ منتصر على شرحه الوافي لكل التفاصيل، وأقول أنه لا بأس من أنه يكون هناك مجلس عسكري مدني أو مجلس عسكري مطعم جزء يعني عسكري وجزء مدني. وكما قال هو وكما بدأت أنا الحديث أنه الرهان على الشارع، استطاع الشارع أن يضغط حتى يصل إلى هذا الطلب وأنه يحقق هذه المطالب سيكون له ما يشاء. نحن في التسلسل اللي شفناه يعني استطاع الشارع أن يسقط الرئيس البشير بعد 30 سنة بكل جبروته بكل قوته بكل يعني قواه، استطاع الشارع أنه يجبر عوض بن عوف أنه يتنحى، والآن استطاع الشارع أنه يوصل مطالبه والتي استجاب لها الرئيس الحالي للمجلس العسكري بشكل واضح وقوي. الأيام المقبلة تعتمد على مدى تواصل المجلس العسكري مع الفعاليات السياسية المختلفة، وأنه إذا استطاع أنه أكبر مطالب بشكل يعني لا يستطيع أنه يستجيب لكل المطالب الموجودة لكل الفئات المختلفة، ما هو طبعا الطيف السياسي واسع وكبير، ولكن إذا استطيع نصل لتوافق الآراء بالنسبة لحاجة مقنعة منطقية تغنع الشارع حنصل لكل ما نبغاه وكل ما نريده يعني إن شاء الله. وصلت فكرتك سيد خالد.